بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله يا إخوتي في الله، عافاكم الله وآتاكم الفضل وزادكم من حسنه وجماله. غفر الله لي ولكم، أحمد الله حمدا يليق بجلاله وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for his countless favors that he has bestowed upon us. The greatest of them is Islam. أشار إلي أحد الإخوة جزاه الله خيرا أن نمر على بعض فوائد في سورة يوسف. I was advised that during these classes that we have just once a week, مرة في الأسبوع في هذا المسجد المبارك، مسجد النور، that we take some benefits from سورة يوسف. وذلك على الإجمال، إن السورة طويلة ودروسنا أسبوعيا. It's going to be summarized benefits because the surah, the chapter in it is It's a little long, and our classes are only once a week. فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُفِيدُنَا وَيُبَارِكَنَا فِي دُرُوسِنَا. I seek Allah subhanahu wa ta'ala's help and ask him to aid us and bless us in his lessons. يَقُولُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. These are the signs of the clear book. إخوتي في الله، ألف لام را، هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمعانيها. Allah knows best as to its meanings. نريد أن نستفيد من هذا، وسؤال عندكم لعله قد مر بنا من قبل. This question is for you all because we have covered it before. لما جاء القرآن ونزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء القرآن بأربعة أمور لم تكن عند العرب. When the Quran came and it descended upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Quran came with four things that it wasn't with the Arab. Ma'a fasahatihim. With the fact that they had fasaha in colloquial Arabic, al-Quran ja'a bi umur ta'ajjabu minha. Walahum sha'r, walahum quwa, walahum al-alaqat, mu'allaqat. They have yani, profound speech. فَمَنْ يَذْكُرُهَا. عندك يا أخانا، من هذه الأمور الأربع جاء بها القرآن؟ من العرب ما كان عندي. طيب أسألكم، هل كان عند العرب أحكام النون الساكنة والتنوين قبل نزول القرآن؟ نعم، هذه فصاحة. These rules of نون الساكنة والتنوين that's عربية. فكان يقول من يؤمن، العرب ما يقول من يؤمن، لا يدغى. ما كان بهذه المصطلحات. If didn't have these names, لكن هذه العربي. أحكام من ساكنة والتنوين. منها هذه الحروف المقطعة. نبدأ بهذا. هذه الحروف المقطعة اختلف العلماء في مرادها وفائدتها، ولكن اتفقوا أنه يجعل السامع مستمع لما بعد. نعم. ألف لام را، لما سمعوا هذه الكتاب أصغى
أسماءهم إلى ما بعد. When somebody hears this, these letters, and makes them listen to what's after it. أغلب ما يذكر بعد هذه الحروف هو ماذا؟ نعم. Most of the verses that come after the حروف have something to do with the Quran. Most of them. Look at this آية. أعرف لامي. تلك آيات الكتاب. قاف. إيش بعد هذا؟ القرآن المجيد. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ياسين والقرآن الحكيم. أكثر ما يأتي بعد ذكر هذه الحروف المقطعة أكثر هو في القرآن. كأنه يجلب الذهن نعم هذه الحروف إلى ما يأتي بعد. These حروف it snatches the attention of the listener and makes them listen to that which comes. كذلك الذي ما كان عند العرب هو حسن الصوت عند القراءة. ما عرفوا هذا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بحسن الصوت. فهذا جعلهم يستمعون جيدا. وكذلك العرب ما كان عندهم المدود. ست حركات، أربع حركات ما عندهم. فعندما تتلو القرآن يقول من السماء ماء عجبوا إيش هذه القراءة؟ نعم. They were surprised when they heard this mudud because they didn't know it. That's the third manner. باقي أمر واحد من يعرفه. السكتات. كلا بل ران على قلوبهم. يعني هذه سكتات. من جاء بها؟ وقيل من راق هذه الأمور الأربع جاء بها القرآن لم تكن عند من؟ عند أصحاب الفصاحة العرب. These affairs that came with it, the Prophet صلى الله عليه وسلم came with it. It was with it. فلا بد أن يجيده. لا ما يصلح لنا نقرأ القرآن وما يجيب. بعد يقرأ ما يحسن صوته. بعدهم يقرأ ما يحسن أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا قبل النزول بالقرآن. أصلاً النون الساكنة والتنوين. The rules of noon and the tanwin. This is before the Quran came down. العرب كان هذا. فلا بد نتقن هذه الأمور. لا. الله سبحانه وتعالى يقول تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون أي لعلكم تعقلونه تتفهمونه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن في أوضح لغات وأبين ألسنة. الله سبحانه وتعالى sent down this book in the clearest of languages. والمراد لكي تفهم أنت. لعلكم تعقلون. والله سبحانه وتعالى يخاطب المستمعين. يخاطبكم أنتم. الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تعقلون. يعني جعل الضمير عليكم القارئ والمستمع. الله سبحانه وتعالى يريدك أنت يا عبد الله أن تفهم هذا الخطاب. هذه الآيات. Allah wants you to understand. ما قال إنا أنزلنا هذا القرآن العربي لعله يفهم. ما إني say so it will be understandable. لعلكم تعقلون وتتفهمونه. You all will understand. وفي كتاب الله يذكر بعض العلماء وأنا أذكره لكم كثيرا شيء يسمى قوة الضمير. There's a strength of the pronoun. لابد إنما تقرأ القرآن أن تركز في الضمائر. You have to pay attention to the pronoun. Sometimes it's directed to you. Allah سبحانه وتعالى يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها. أنت بعد أن وصف هذا العذاب فترى القوم فيها صرعى. أنت تتصورهم حالكم. يخبرك بعد أن وصف الحال يخبرك كيف تتصوره أنت. يخبرك أنت.
Sakharaha alayhim. Allah put this punishment on them. Saba'a layali. 7 nights. Wa thamaniyata ayyamin husuma mustamirra. 9, 8 days. Fatar al-qawm. You see the people after this description, you see them halaka. You see them destroyed. Sara'a halaka. You see them destroyed. Fatar al-qawm fiha sara'a. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. رأيت النخلة؟ النخلة طويلة. كيف لا رأيت نخلة مطروح هنا على اليمين وواحد على الشمال وواحد فوق الثاني واحد مطروح هناك واحد يعني أجسام متقلبة أشواعي هكذا أنت تراه. الله يخبرك أنت كيف تراه. الله informs you how you see his destruction that he described as if the date trees just rumbled and tumbled all over the place. فيقول الله سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية؟ أنت هل ترى قبل؟ هذا الضمير عليك أيها القارئ، هذا الضمير عليك أيها المستمع. That pronoun is on you. فهل ترى لهم من باقية؟ You think anybody remained after that? هذا قوة يخاطبك أنت. أنت لا تكون غافل عن هذا. تقرأ القرآن وأنت مع الغنية والنغمات الضمير يا أخي الضمير عليك. The pronoun is on you. Allah is asking you. هل ترى لهم من باقية؟ You think anybody remained after the likes of that destruction? فلا بد يا إخوتي في الله كلما نقرأ القرآن نركز في الضمائر. Every time we read Quran, we pay attention to what? The pronouns. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. We relate to you the best of stories, that which we reveal to you in this Quran. يعني to Muhammad. Allah revealed this to Muhammad. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا من هذه القصص، لا من قصة يوسف ولا غيرها من قصص. هذا دليل على الوحي. This is proof that the prophet is a prophet. How does he know these stories? الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. إذ نادينا موسى. ما كنت بجانب الطور. كيف تعرف هذه القصة؟ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. You wasn't there at this mountain when we called out to موسى. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يحتذرون. لعلهم يتذكرون. But that is just mercy from Allah. So that some people that they never had any revelation, never had any prophets, they might hear these stories from before and they might be God. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ يُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. ما كنت موجود. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. You wasn't there when they were drawing straws to see who's going to be responsible of Maryam. وَمَا كُنْتَ دَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ. You wasn't amongst them when they were arguing amongst themselves who's going to take care of Maryam. حتى في هذه القصة الله سبحانه وتعالى يقول في آخر هذه القصة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. نعم مكروا على يوسف. يخبرنا عنها نبينا محمد ما كان موجود، ما ولد بعده. معان. The Prophet صلى الله عليه وسلم tells us about how they plotted and schemed against Yusuf. وهذا الذي نريد أن نستفيد من هذه القصة. الله سبحانه وتعالى يقول في أول هذه القصة إذ قال يوسف لأبيه. يوسف said to his father يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Oh my father, I saw in a dream
I saw in a dream. أحد عشر كوكبا, 11 stars. And the sun and the moon. I saw them prostrating to me. وهذه رؤيا الذي رأى يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا الأنبياء وحي. نعم, the dreams that the prophets have is revelation from Allah. نعم, ويتحقق. وحتى الذي نرى نحن من البشرى من الله يتحقق, لكن يحتاج وقت. نعم. We see dreams and they become real. They carry out. نعم, but it takes time. نعم. إلى آخر هذه القصة. آخر هذه القصة. الله سبحانه وتعالى يقول: ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقالوا: يا أبتي هذا رؤيا, هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا هو بعد طول هذا الوقت, تعب, مور, سجن, فتن, يعني كل هذا كان مقدر. نعم, هو متعجب, هو ما هو ده, هو نفسه متعجب لما رأى أبويه وإخوته يسجدون له. يقول: يا أبتي, يا أبتي هذا رؤياي من أنا كنت ولدا صغيرا. This is تأويل, يعني المآل, مآل رؤياي. This is the end result of my dream that I had. يعني ما معنى هذا؟ يعني كل ما حصل له كان مكتوبا. Everything that happened to him, it was written there. فلا بد من الصبر يا إخوتي في الله. انظر هذه القصة, في هذه القصة قال الملك: إني رأيت بقرات سمان. رأى بقرات, ذهب إلى يوسف يترجمها, يعبرها. قال: تزرعون سبع سنين دعبا. They're going to be planted for 7 years. قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. 14 years now. ثم يأتي من بعد ذلك عام. 15 years now. 15 years. وهم فرحون. قال الملك: ائتوني به. يعني 15 سنة وهم فرحون. نحن ما عندنا صبر. ممكن يأتيك بشرى ورؤيا وأنت تريده غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر, ما حصل قبل, خلاص ما تركنا هذا القضية. لا, هذا فرح. نعم, he's happy. نعم, قال الملك: ائتوني بي. Bring me this boy that said that. هو 15 سنة, هو داري أنه 15 سنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يعتمر. الرسول صلى الله عليه وسلم saw in a dream that he was making Umrah. خرجوا إلى العمرة وحصل قصة الحديبية. نعم, في أي سنة كان هذا يا إخوة؟ ذهب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعتمر فمنعوه وحصل الصلح الحديبية يا أبا سعيد. السادسة, نعم, السادسة فذهبوا لعمرة ما استطاعوا, رجعوا. قال: ارجع سنة ثانية. رجعوا في السنة السابعة واعتمروا, يعني سنتين. ثم رجع بعد ذلك في السنة الثامنة, حصل فتح بدون قتال بسبب هذه الأمرة الأولى لما منعوا. So the prophet went in the sixth year, they stopped them. When they stopped them, لما منعوه الناس ما أحبوا هذا, كيف منعوه؟ جاءوا بالهجي, لا أحد يأتي بالهجي ويمنع. نعم, ردوه. الناس تأثروا. Then when the prophet came back in the seventh year, الناس قبلوهم, هذا ابن عمي, هذا جدي, هذا أبوه, هذا كذا. خرجوا سبع سنين ما رأوا أقرباءهم. نعم, حصلهم يعني خير.
يرملون حول حول الركن اليماني حتى يريهم قوتهم بس، هذا كان القصد. يستعجلون بخير المدينة. ثم لما رجعوا في السنة الثامنة لفتح مكة للقتال، ما حصل أي قتال، قتل شخص أو أشخاص يصير. So when they came back in the eighth year to fight, to take over Mecca, they didn't have to fight. Everybody accepted Islam. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خلافة أمتي 30 عام. 30 عام. كم سنة كان خلافة أبي بكر؟ سنتين. وعمر 10، وعثمان 12. قل ممكن أنا مخطئ، قل لي أبو سعيد. عمر كان 10، وعثمان 12، وعلي 6. 30 سنة. 30 سنة خير، ولكن لا بد نصبر أنفسنا، لا يأتي الخير هكذا، لا يأتي هكذا، نعم يحتاج وقت. هذا يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. Don't tell your brothers your dream. Don't tell your brothers. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا أي يفهمون رؤيك فيحسدونك فيكيدون لك كيدًا. They're going to understand your dream and they're going to have hasad and envy for you. Then they're going to plot against you. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Now, الشيطان يحرش. نعم. ما كان في القلب. لو كان القلب صافي، شيطان instigates الأمراض. He exploits the sicknesses that are in people's chest. لا تخبر إخوانك. شيطان سيستغل. Don't tell your brothers. Shaitan is going to take advantage of that. Your brothers can't handle that information. Ibn Taymiyyah rahimahullah يقول ما خلا جسد من حسن. There is no human being. There is no body. No, it's no human body. It's no flesh that's free from hasad. ما خلا جسد ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفي ولا يبدي. Except that the one who's generous and honorable, he hides. نعم. And the one that is evil, he exposes. فالكريم عندما يرى أخاه بالخير اللهم بارك، وهذا يؤدب نفسه، كأنك اجلس اسكت، أدب، اللهم بارك، الله يزيد زادك الله من فضله، عندما يرى الخير يدعو له، وهذا يطهر قلبه، يرجع عليه، نعم، يرجع عليه، وهو يدفع عنه الشيطان. نعم، when he sees his brother, when a Muslim, honorable person sees the ni'mah of Allah upon his brother, he makes dua for him. And that purifies his own self. It puts it back in its place. You're a dipper. It disciplines. No. I can, other than that, كيف يكون عنده شيء معي؟ كيف يكون عنده هذا؟ How does he have it? I don't have. كيف؟ No. فالشيطان, شيطان يستغله ويكبره. شيطان instigates that. شيطان takes advantage of that. No. فلا بد أن نخفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليبرك، لأن يعني العين حق. The ain is true. The evil eye يصيب واحد عينه. So if you see something from your brother that you like فليبرك. اللهم بارك. من العين يأتي من وسخ النفس، من الوساخة في نفسك تخرج من عينك فيطهرها. اللهم بارك. هذه كلمات، هذه كلمات المباركات تطهر قلبك وتطهر نيتك. نعم، it purifies yourself وما أحوجك إليه. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يبين ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه سيبارك له ويؤيد ويكون معه.
Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf, Ya'qub is telling his son, he's telling his son, فَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّ. هذا Ya'qub, his father. His son, أنت ستكون محسودا. إخوانك سيحسدونك. Your brothers, they're going to have hasad for you. وَكَذَلِكَ, يعني إضافة إلى هذا. In addition to that, يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْوَالِدْ صَغِيرٌ. He's a young boy. And his father's telling him, people are going to dislike you from your own brothers. Nah? Also, Allah is going to choose you. He's going to teach you how to translate dreams. Telling his son. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. He's going to complete his nifat. مثل الأنبياء قبلك. نعم. من أصولك, just like the prophets that came before you, من أصلتك, from your family. لأنه يوسف ابن من, يعقوب ابن من, إسحاق ابن من, إبراهيم. كما أتمها على أبويك من قبل, إبراهيم وإسحاق, إن ربك حكيم عليم حكيم. الله وعلم بكل شيء وله حكمة في كل ما يفعل. قال الله تعالى, لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. في هذه القصة مواعظ والفوائد عظيمة. نعم. لمن يسأل عنه. قال الله تعالى, إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع إن أبانا لفي ضلال مبين. Verily, Yusuf and his brother are more beloved to our father than us. We are group. إن أبانا لفي ضلال مبين. Our father, He's astray. نعم. فلما انتهت, لما انتهت, انتهت عندهم حرمة أبيهم. ما بقي عندهم ذكير واحد. قال لا تقول هذا في أبينا. لما انتهت حرمة أبيهم جميعا, ماذا عن يوسف؟ ما لا شيء. نعم. When the respect and the reverence for their father ended amongst them. No more respect for the father. What do you think about that old Yusuf? Who a Nabi. Your father. And he's a prophet. And they tell him, who are you, Dalal and Mubin? It's clearly. It's clearly. لا حدا لا تقول هذا في عديد. يعني مؤدبا بس من قول. Don't say that. ولكن ليس لهم نكير. Nobody from amongst them said anything. طيب, قالوا ومثل هذا الشيطان يقول لرب العالمين, ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. يعني لم يقل هذا لله, ما بالك بأداوته لنا. لما بما أغويتني, يعني يقول هذا لرب العالمين, خلاص نحن ما يبالي بنا ولا قليل يا إخوة. مالك. نعم. الشيطان is going to يخاطب الله like that. Because you led me astray. يقول ربي بما أغويتني. ربي. نعم. He's going to talk to Allah. What do you think about عداوته لك يا أخي؟ ما أنت شيء عندك. ولا كرامة. كيف يخاطب ربك؟ Like I should see Allah. بعدك بعدك. نعم, he's after you, his enemy. فبينوا مرادهم. انظر ايش يريدون. قالوا اقتلوا يوسف. يا اله الا الله. ايش ضمن؟ والد 9 سنين, 10 سنين. اقتلوا يوسف. او اطرحوه ارضا. اخرجه من الارض. Kill يوسف. Or expel him from the land. Remember? يَخْلُوا لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ. How do you need to do us? لَا عَلَى الْمَالِ لَا عَلَى أَرَاضِي
عناية جاء اهتمام. بس ايش قال ينال ينال يوسف 10 سنين 9 سنين من ابي؟ لا عناية. ايش قال ينال؟ ايش اعطاه سياقة الخيول ومسؤولا؟ ما مسؤولا عن شيء. ايش عنده؟ لا هكذا الحسن. Kill Yusuf or expel him from the land. Yaqulu, it will remain for you all the face of your father. He'll be solely for you, all his attention, his love, all his care. That's all they want. Now that's all they want. Yaqulu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Tubun ba'dain. Ma alaykum shay. After you kill them, you'll make tawbah and everything will be right. يعني خططوا لهم التوبة مع الذنب. حان عليهم الذنب. They made it easy to do the same. طيب انظر الطيب منهم. هذا طيب. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. هذا طيب. هذا الطيب منهم. This is the good one amongst them. No, don't kill Yusuf. Don't kill him. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. Put him in the bottom of a well. ثم نريد أن نركز في كلمة هنا يوضح لنا أمرا اختلفوا فيه. ولكن مع هذه الفقرة هنا هو يوضح. يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. If you're going to do this, put him in a well. Some people are going to be traveling by and they're going to take him out. Remember that. سنحتاج فيما بعد. نعم. ثم جاءوا إلى أبيهم. This point here, they said, put him in the well. A caravan and travelers are going to come past the well and they're going to take him out. And this little part here is very important. It's going to clarify what happened. And the issue is different upon it. We're going to get to it, inshallah. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن. وهذا أسلوب في لوم والرغبة. ما لك لا تأمن. ما لك. يعني هذا لوم. يحاول نعم أن يأخذ يعني حاجته. They're trying to convince their father. So they made it على طريق لوم on blame. Why don't you let it go with us? I'm just trying to convince him. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له ناصحون للناصحون. And we're trustworthy brothers. We're sincere with him. We're trustworthy with him. Why don't you let him go with us? You don't understand. أرسله معنا غدا. Send him with us tomorrow. يرتع ويلعب. He relax, run around, enjoy himself. وإنا له لحافظون. We're going to protect. فيعقوب عليه الصلاة والسلام يحاول نعم أن يعتذر. يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام he tries to give an excuse why he doesn't want them to go. فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به. It depresses me that you all will take him. وأخاف أن يأكله الذئب. I'm afraid that a wolf might eat him. وأنتم عنه غافلون. And you all are not aware. You all are busy. قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبع إنا إذا لخاسر. If a wolf eats him and we are good, we're losers. فاستمعوا من هنا يا إخوة لأن هذا مهم. الله يعيننا. فلما ذهبوا به وأجمعوا يعني اتفقوا. When they went with him, they all agreed أن يجعلوه في غيابة الجب. And they all agreed him to put him in the bottom of the well. طيب نقف هنا. طيب. ما هو إلى آية بعد هذا الله سبحانه وتعالى قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. They came with his قميص with fake blood on it. ما معنى جاءوا على قميصه؟ خلعوا قميصه. They took his towel. They took off his قميص. They can't come with another قميص. يعقوب يقول لا ما لبس هذا. لا. خلعوا قميصه. They took off his قميص.
وربطه يديه and they tied his hands so he can't get out. ربطه خلعه قميصه اخوانه الخيانة وولد صغير he don't know what's going on. They took his style off. They wrapped his hands together and put him on his delwa and they sent them down there. أتظن أنه بالى على نفسه؟ إيه والله هذا أحول ما فعل. بدك إياه ليلى ولا لا؟ أشتحت في هذا البئر بطانيات ووسائل؟ نعم. You think it's at the bottom of the world? Pillows, blankets, socks, حتى يعني تبلل أصابه الماء. أيام. لا إله إلا الله الجرم يا إخوة. هذا كبير. انظر الذي يفعل الحسد. This is what الحسد does. نعم. والله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليه. انظر إلى هذه الكلمات. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئن هذا لام القصد indeed والله you are going to inform them about this matter and they have no idea ما معنى لتنبئنهم الله سيخرجك الله سيفرج عنك الله is going to come to your house الله is going to live لا يهمك سيكون خيرا وستنبئنهم ستكون فوقه سيكون بليغين معاك يعني وهو صغير نعم بشارة نعم الله أيده وأوحينا إليه هو في هذا العالم ما شاء الله الله سبحانه وتعالى came to his aid so he knows الأمور سيكون طيب ما بيطيب نعم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الآن للفائدة نمشي في آخر القصة ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وعوف لنا الكيل وتصدق علينا مساكين أصابهم قحط نعم They entered upon Aziz, he's Aziz, he's Yusuf, Aziz, charge of all the food and the blood and everything. مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرْبُ Harm has afflicted us, rain, we don't have any rain. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ We came with this little grain that we have, it's not even a good quality. جو دمو فَعُوْفِلَ لَكَيْءٍ وَلَكِنْ أَعْطِينَ الْعِيْوَ الْكَامِلِ Give us a good price for it. Was it? صدق علينا and give us some charity also. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم ليوسف؟ هل كثير في كتاب الله بمعنى قد علمتم ما فعلتم ليوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. You know what you did to Yusuf and his brother when you all were unaware. قالوا أإنك لأنت يوسف والله سبحانه وتعالى يقول لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون You're going to inform them about what they did and have no idea who you are أعلم هو الآن قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيءُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Verily, the one الذي يتقي ويصبر ونريد أن ننظر لماذا الله جمع بين هذين الصفتين نعم ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها and the reward of an evil deed that is an evil deed like it قالوا أإنك لأنت يوسف نعم أنا يوسف اخلع ثوبك انزل البئر عندي دم الكذب سأصب عليك يا عبث عينك ما يرقوا
حق. يقول الحرف يلا يجمعهم، اطلع القميص من كل واحد يا رب تعايدي. وجزاء سيئة لا دمع. نعم نعم على يوسف أردتني الآن. يا عم يوسف يا عم يوسف you know what you did to me. يلا take a warrior down, wrap their hands up, put them down in the well, pour some blood on their thigh, stick them in حتى يقولون على أنفسهم حتى يمر عليهم سيار. حق من يلومه؟ يعني اتصور ان بعض اخوانه قد شيعونا، يعني هذا بعد سنين، يعني some his brothers there شيبان. نعم really older. نعم لا اله الا الله، والله ما في مثل يوسف. يعني اخوانه امامه هذا الوحشي رضي الله عنه قتل حمزه. نعم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب وجهك عنه. نعم ما قتل ما اساء النبي بعيني، قتل حمزه. نعم وحشي killed حمزة. The prophet can't even bear to look at his face. قد غيب عني وجهك. نعم. Just step far away from me. I can't see you. هذا إخوانه. نعم إخوانه. أساء إلي. قالوا وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. هذا أول شيء. ليقولون ما شاء الله أنت حالك جيد، أنت أحسن مني. هذا أول ما تقولون ما شاء الله تالله لقد آثرك الله علينا. يعني أول شيء ما لا أذهلهم إلى الدنيا. ما شاء الله عليك، قد فتح الله عليك. هذا أول مبيراتهم. نعم تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا يا إخوتي في الله. يعني تصور هذا كان أنا say and we were wrong, clearly we're wrong. يعني تصور موقفك أنت في هذا الحال. أو أول شيء أخرج من كلامي يقول لا تخريب عليكم اليوم. يعني ما يقدر يقول هذا كلام. خانوا خدعوا. من يقدر يقول مثل هذا الكلام؟ لا تثريب عليكم اليوم يا اخوتي في الله. من اساء اليك؟ ايش فعلوا؟ ايش فعلوا بك يا اخي؟ يا مبتلى يا مظلوم. اعفو احسن لك احسن لك. ايش فعلوا بك؟ من انت؟ قد اوذي من هو احسن منك، اصلح منك، أفقر لله منك، بغسج ما تبقلت بك. أفو. وجزاء سيئة سيئة لدها فمن عفا وأصلح أجره على الله. خذ حقك من الله، اشتري لا تسفي غيظك، خذ حقك من الله. يوسف يقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم كلما ابتليت به الله سيفرج عنك. نعم انظر يوسف من يقدر منا يقول مثل هذا الكلام. لا تثريب عليكم اليوم، ايش من كلام. نعم يقول ان كنا لخاطئين. نعم كنتم مخطئين، اولا فعلتم كذا وثانيا فعلتم كذا، والله لا تثريب عليكم اليوم. هذا الرجل، هذا الشرف، هذه الأيضا قوة، هذه قوة، من يملك أن يقدر؟ والله هذه قوة. الله سبحانه وتعالى يقول سامحوني على الترجمة ما نقدر عليه. الله سبحانه وتعالى يقول عن عيسى ساعدوني على هذا الأمر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز حكيم. نعم يتبادر إلى الذهن أنه غفور رحيم. يتبادر إلى الذهن إن تعذبهم فإنهم عبادك
If you punish them, they're your servants. If al mashita, they own you, own them. But in tafir lahum, fa innaka antal aziz. Hayy quwwa. Innama sadih. Hayy quwwa. نعم هذا هو هذا البطل هذا هو البطل the one that forgives you and the قوي the قوة يملك نفسه حالت عليه نفسه نعم حتى في آخر هذه القصة يقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ جاءني من السجن إذ أخرجني من السجن وجاء بكم زقلقاء وجاء بكم البدو انظر إيش قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كأنهم على جنب مساكين ما لهم دخل إيش من تعبير يعني كأنه خلص إخوانه كله على الشيطان بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كنا متطيبين ما بين شيء جاي شيطان حرس كل شيء ايش من اسلوب ايش من خطاب بطل صلوات الله صلوات الله والسلام على يوسف ايش من رجل نعم والله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في يوسف لو دعيت لا أجبت الداعي معنى كلامه صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء الملك فقال إيش الآية يا أخوان لما أرسل إليه الرسول قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة جاء الرجل لكي يخرجه من السجن قال الملك ائتوني بي فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك أبى أن يخرج من السجن قال النبي محمد لو دعيت أن أخرج من السجن لخرجت نعم يقوله تواضعا أبى يوسف أن يخرج شرفا عزة نعم نبينا محمد قال لو دعيت أن أخرج لخرجت بعد طول هذا المقف في السجن نعم فهذه من العبر نستفيد من هذه القصة آخرها يشرح أولها إن شاء الله نواصل في هذه القصة بعد أسبوع من حيث توقفنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا يا إخوة على العفو يا إخوتي في الله كم من مظلوم صار ظالم في انتقام How many people they start off oppressed and when they try to go get their heart back they end up مظلوم They end up being ظالم. They end up being the oppressor trying to get theirs back. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول المستباني يعني كل واحد يصب ثاني المستباني ما قال فعلى البادئ الذي بدع فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم سمعه مظلوم خليك مظلوم أحسن يكون ظالما فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم استعاد بالله أن يكون ظالما أو مظلوما لكن سماه مظلوم لكن ممكن يعتدي ويقع ماذا؟ ظالما خليك فمن عفا وأصلح أجره الله خذ أجرك من الله يا من الذي لا تسامح؟ اسأل نفسك الآن من الذي أنت زعلان عليه؟ أيش فعل؟ أيش فعل وضعك في بئر؟ خلع ثوبك أيش فعل؟ خالوك ليش الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة؟ هل نستفيد؟ نعم حتى من عندك بينك وبين من؟ بينك وبين من هو المشكلة؟ اعفو عنه. ايش الاشكال؟ دنيا؟ ايش هو؟ ايش فعل؟ تفضل رفع صوتك؟ ايش فعل؟ يا اخي تلقى الله هذا الى متى وقد شاب شعره الى متى؟ أنا أقول أنا ما أحبه لأن كذا وأن كذا ذاك اليوم يا أخي دعنا وهذا أعفو نعم أعفو بارنم ألا يحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم لا شو الله تفضل بارنم كأنه ما وقع ذاك الذي ظلم قال مسكين كتب الله هذا عليه مسكين
هكذا تراه مسكين، الله كتب عليه ظلم، الله يعفو عنه مسكين. نعم هو مسكين، أنت البطل، خليك بطل، خليك مثل يوسف. نعم خليك كريم عزيز، نعم خليك شريف رافع الرأس، نعم فوق الخوصة. نكتفي بهذا. ما معنى فوق الخوصة عندك يا أبا أحمد؟ يا ما معنى فوق الخوصة؟ ولا أحد؟ يا أين أصحاب حضر الموت؟ الخوصة هي الأوراق التي فوق النخيل، فوق. أنت فوق الخوصة، أنت مرتفع رافع مرتاح. نعم هذه الخوصة هي الأوراق النخلة فوق الجبال. نعم خليك فوق الخوصة، لا تجد عند العروق، عند الجذور، أنت فوق الخوصة، أنت مرتاح. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا. يا إخوة هذه عبر، هذه قصص، مواعظ. نعم ابتلي يوسف وخرج نظيف، كأنه كما نعرف جماله في وجهه، وأجمل من ذلك، أجمل. نعم أجمل، هو جميل. انظر هذا الخطاب، هو جميل. لا تثريب عليكم اليوم. ونبينا محمد ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كأني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربه قومه حتى أدماه وهو يمسح الدم عن وجهه، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ضربوه، ايش فعلوا بك يا أخي؟ ايش فعلوا؟ ايش فعلوا بك؟ اعفو وخذ حقك من الله، ويدل على قوتك ومكانتك وعزتك. نعم والله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص صدقتك من مالك، وما زاد الله عبدا بعفو الا ما كمل. العزة هو الذي يعفو، هذا عزيز، قوة، عزة، هذا الشرف. نعم وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا، عزيز. نعم إن تغفر لهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم. إنما أنت تعفو. اسمعوا كيف لو قال يوسف لهم، قالوا: وإنك أنت يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف. اقلع ثوبك. ها أبوه يرضى بهذا؟ لا. نعم كيف آخر قصة وقد سجدوا لهم، يعني فعلوا كل هذا بالرضا، أنه سامحهم. نعم كان مفروض أنه يعفو. انظر آخر قصة، انظر المآله. نعم هو سينتقم من إخوانه، كيف أبوه؟ كيف إخوة وأمه؟ كيف أبوه؟ سيكون مشكلة أكبر. إساءته إلى انتقامه إلى إخوانه سيكون إساءة إلى أبويه. عفو يا أخي، خلي حاجهم يا أخي، سامح يا أخي، ما في شيء. صلى الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على طاعته، ويلين قلوبنا، ويعظم عزائمنا، إنه هو ولي ذلك والقادر. الله صلى الله يعفو عنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.